السلام عليكم. اليوم الحلقة غتكون بعيدة من الحلقات اللي كنديرو دائما ديال تجارب السيارات، غتكون فيها نصائح للناس اللي بغيو يشريو سيارات مستعملين. اول حاجة غنبداو بها هو هيكل السيارة. اول حاجة خاص السيارة تقلبها في النهار باش كيبانو لك لي بوص اللي فيها وكاع الخباش اللي كاينين في الهيكل ديالها. دائما تقلب المسافة اللي كاينة بين الكابو وليزال، خصها تكون كيف كيف من جوج جهات. منين كتحل الكابو خصك تقلب هذوك الفيسات اللي شادين ليزال، كتشوفهم واش مبدلين ولا لا، تما باش كتعرف واش السيارة تعرضت لواحد لاكسيدون وفايتها تصايبات ولا ما تصايباتش مزيان. الماسك ديال الطوموبيل خصو تا هو يتقلب مزيان، الا ما كانوش هاد الشيء اليني انا الطوموبيل تعرضت واحد لوشوك القدام. خاص السيارة تهز واحد لوبون كتقلب من التحت كتشوف هاد لي بور واش مضروبين ولا فيهم صدى. من كتحل الكوفر ديال السياره كتقلب هادو كيكون واحد لي بوين كتشوفهم واش هما هادوك ماشي معوجين، وكتشوف هاد لي سودير اللي كيكونوا في الطوموبيل من دو كوتي واش كيف كيف. جهه الرويضه كتشوف واش الفرق بين الرويضه والبارشوك مع بين الرويضه وجهه الباب واش كيف كيف. كنتمنى يعجبكم هذا الابيزود هذا على الحوايج اللي خصك تقلبهم في السياره اللي مستعمله قبل ما تشريها. دونك الحلقه الجايه غتكون على لا ميكانيك، وان شاء الله نحاولوا نبيبليوها الحد الجاي. اذا عندكم شي مقترحات خليهم في لي كومونتير.